السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير. معانا استخارة بالقرآن الكريم لمواليد برد الدلو، صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. بعد الاستخارة ان شاء الله نشوف رسالتك من الرسائل بتقول لك ايه. اتمنى من احبابنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وان كنت لم تشترك في القناة يشرفنا اشتراكك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وينزل فيها التعليقات كما تعودنا بالصلاة على الحبيب المصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النحل، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن. اللهم صل على سيدنا محمد. عندك هنا عندك تبرير أشخاص، بتبرر أشخاص أو بتعتذر لأشخاص، ما تبررش لأشخاص لوجود في حياتهم منفعة ولا وجود في حياتك منفعة، سيبك منهم، سيبك من الأشخاص دي خلاص. اللي يصدق يصدق واللي ما يصدقش ما يصدقش، أنت اعمل اللي عليك وقول الحقيقة. شايفك زعلان ومزعل نفسك وعمال تبرر نفسك لأشخاص وهم مش مصدقين، هم اصلا لا وجود في حياتك منهم ولا منفعه، ولا وجود في حياتك منهم منفعه، فما تبررش لا تعتذرش لحد. انت اعمل اللي عليك وقول الحقيقه، اللي صدقك يصدقك واللي ما يصدقكش ما يصدقكش. في شخص هنا شايف هنا يعني هيقفلك في طريق، بس هتعدي الطريق ده وهتوصل، هتوصل يعني هتوصل للهدف اللي انت عايزه. شايفك هتوصل للهدف اللي انت عايزه باذن الله تعالى. شايفك هنا انت محتاج تعطي نفسك وقت من الراحة والاسترخاء، عقلك الفترة دي، شايف عقلك الفترة دي زايد في التفكير، شايف امور وحواديت ما كنتش متوقع تسمعها، هتسمعها الفترة اللي جاية بقدر يعني بقدر المستطاع، هدي نفسك. شايفك هنا هينصرك رب العالمين، رب العالمين هينصرك في كتير امور حواليك انت فقدت فيها الامل، بس الأمل عند رب العالمين موجود، الأمل عند رب العالمين موجود. شايف هنا عندك يعني دواك صراع داخلي ما بينك، يعني ما بين تنسحب من شخص، يعني شايفك يعني عمال تصارع في نفسك وتفكير عندك كتير، ما بينك تنسحب من شخص ومن أشخاص كمان، والأشخاص دي بيوقعوك في فتنة. أنا شايف هنا وباين إنك يعني مستني الوقت عشان تعرف تاخذ حقك. عندك اللي جاي رايح قد ما يعني بتجري على لقمة عيشك، على قد ما انا شايف ان عندك مسؤوليات يعني كثرتها زادت عليك. لما بنحتاج يعني الحاجة بتطلب من الله. شايف هنا ان عندك رزق دايلك، شايف عندك حدا كويس ديالك. شايف هنا اللهم صل على سيدنا محمد. في مقابلة عاطفية يعني بتتحدد فيها مسيرة أمور معلقة بينك وما بين شخص، شايف هتسمع من شخص كلام بيزعلك لدرجة كبيرة. وفي عتبة البيت هنا هتقابل النميمة والفتنة، هتقابل النميمة والفتنة، اتنين يعني شايفهم هنا، يعني شايف اتنين أوقات بيحصل بينك وما بين شخصين مشكلة، بس رب العالمين بيقف معاك. معاك هنا في عن شخص هنا، الشخص ده من طبعه الكذب وكلامه معاك لا يقدم ولا يأخر. شايفك انت تعبان كتير وقلبك واجعك، ولكن الفترة اللي جاية السعادة مستنياك، مناسبة حلوة، شايف في مناسبة حلوة بتحضرها، وعندك شخص هنا بمستشفى، الشخص ده تعبان بمستشفى من تعب صحي، شايف يعني محتاجك تكون معاه او تكون معاه عندك. شايف عندك هنا خلي عندك الصبر على كثير الامور وكثير احداث بتحصل معاك حتى يعني تتجاوز المرحله دي بدون قلق وارهاق. شايف الحبيب هنا، اللهم صل على الحبيب. شايف الحبيب هنا هيكون معاك في وضع توتر، ومتطلباته هتكون كتيرة الفترة دي. شايف إنسان هنا، الإنسانة دي يعني هتدخل بينك وما بين شخص في
في كلام، وهتصير الجدل ما بينكم، هتصير الجدل ما بينكم. شايف هنا متوزع عليك يعني شخص انه يعني يتدسس عليك في كل الامور، عندك تعب، عندك صداع والمعدة الفترة دي، وعندك يعني عند بس عندك فرصة الشغل بتديلك يعني فرصة الشغل بتديلك بيتفرع بيها سفر داخل البلاد، عندك محكمة ربنا هينصفك فيه، ربنا هينصفك فيه. شايفك هنا هتقعد مع شخص مهم، بس ابعد عن السلف، يعني ما تسلف حد ولا حد يسلفك، ولا ما تسلفش من حد فلوس، ابعد عن السلف، ابعد عن السلف، ابعد عن السلف. اللهم صل على سيدنا محمد. فضل وليس امر، يدعم الفيديو اخواتنا في الله. كيف هنا يعني شايف عندك حالة ركود، حالة ركود مسيطرة عليك من فترة، وشايف هنا يعني شايف انه هتكمل معاك الفترة يعني بسيطة، ومن بعده هتبدأ الأمور تتحلحل معاك أو تتحل معاك وتبدأ تتلحلح معاك كمان. شايف شايف واحد هتبدأ معاك هنا، هتقف معاك الدنيا. شايفك هنا بتحاول تبعد عن عن أشخاص، يعني الأشخاص دي شايفها يعني الأشخاص مزعجة، والأشخاص دي بتسبب ليك في إرهاق نفسي. في شخص هنا من العائلة هيكون في بينكم وبينه كلام، والكلام هيقلب لخناقه. شايف شخصنا بيلجأ ليك في مشكله تخصه، ولكن انت بترفض مساعدته لانك عارف ان شخص مش بي يعني شخص مش بي بيكابر او يعني شخص بي يعني مش بيكابر وبيقاوح، وشخص مش بيكبر حد او مش بيكبر لحد. شايفك هنا يعني الماديات الفتره دي فيها توتر، وانت يعني مصاريفك اكتر من دخلك. شايفك برضو يعني بتدري ورا الزمن، بس انت شايف الزمن مش مدي ليك حقك. بقول لك هنا احذر من حبايب، احذر من حبايب يقلبوا معاك باعداء، واحذر من اتنين. شايف اتنين دول، اثنين يتحدوا اعلى عليك، عمالين يتحدوا عليك، بس ربنا بينصرك عليهم، ربنا بينصرك عليهم. هنا ليك يعني شايفك هنا ما تحاولش تقف ضد الحبيب او تعاند معاهم الفترة، او تعاند معاها، او انت تعاندي معاها الفترة دي، لانها يعني فترة مش هتكون في مصلحتك. شايف في مصلحة حكومية عندك بتخلصها، بتخلصها على خير بإذن الله تعالى، وعندك مناسبة حلوة بتفرح بيه، بتلم الحبايب، في واحدة ست غيرتها عليك هتكون عاملة ليك مشاكل، ست غيرتها عليك هتكون عاملة مشاكل. شايف هنا رب العالمين هيخرجك من مرحلة تعب انت تعرضت لي. ابعد عن الخوف واليأس، وبص لحياتك وأكل عيشك، وبص لقدام، وبص للمراحل اللي كويسة، وبص للطريق، بص لطريقك، وبص لهدفك. شايفك هنا بس ما تمشيش في الطريق الغلط، عشان انا شايفك بتحاول تهد يعني، بس انا شايف الاشخاص اللي حواليك دي هي اللي عايزة تهد لك طموحك. ابعد عن الاشخاص ده، عشان في اشخاص يعني اشخاص بتحاول بتهد من طموحك وتفشلك في حياتك، ودي يعني نتيجة من الغيرة، من الغيرة اللي حواليك. حاول ترتب أمورك بشكل صح، وحاول كمان هنا تغير من بعض تفكيرك اللي انت مستمر عليه من فترة لفترة. عندك هنا شخص هيكسر بخاطرك بسبب كلامه المزعج، وعندك هنا كمان شخص من عتبة العيلة هيكون يعني مزعج ليك خلال الفترة القادمة. هيشاف عندك هنا تعب كتير، ومريت بظروف كانت تعب وضغط بالنسبة ليك، يعني هنا شايف شخص انت سامحته اكتر من مرة، سامحته اكتر من مرة ومرة، وشايفك هنا برضو بتسامحه، بتسامحه.
اللهم صل على سيدنا محمد. شايف هنا يعني هترزق بمبلغ مادي، هترزق بمبلغ مادي وهتفرح بيه، وعندك شخص هنا قلبك هيكون واكلك عليه او واكلك من طريق تصرفاته معاك، انه شايفك هنا يعني بتحاول تغلق حاجات كثيرة. اللهم صل على سيدنا محمد. ليالك فرحة قريبة، ليالك فرحة قريبة بإذن الله تعالى، عندك فرحة قريبة ليالك، وطريق السفر مفتوح قدامك، طريق السفر مفتوح قدامك. عندك أشخاص هنا بيحزوك، بس أشخاص دول بيحزوك على النعمة اللي حواليك، بس عندك قرار هتاخذه في الشغل وهتواجه مع شخصيا، بس خلي بالك من المواجهة لأن هيكون فيها إحراج ليك، إحراج ليك، فخلي بالك. عندك مشكلة مع شخصين برضو هتنحل مع شخص وشافك هنا، وهتتخصم مع شخص تاني. في عندك نقلة من مكان لمكان، وفي عندك يعني خبر بحالة وفاة، عندك خبر بحالة وفاة، عندك تعب الفترة دي هيجي ليك في المعدة، عندك تعب هيجي ليك في المعدة، عندك حسد شديد، الحسد أكتر حاجة اللي مأثر عليك، الحسد، الحسد، عندك قضية ربنا بينصرك فيه، عندك إمضاء على ورقة، عندك إمضاء على الورقة، الورقة دي رابحة ليك، الورقة دي رابحة ليك أنت، أكتر حاجة اللي مفرحاك النقلة من المكان لمكان، وفي أرض بيتك فيه فرحة، فيه لم عيلة وفيها فرحة، في بشرى بمولود. بشرى بمولود او حمل او اسبوع لمولود او بشرة مولود قريبة. صلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم بشرنا بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. ونشوف الرسالة ليكم ان شاء الله، الرسالة هتكون من اصحاب اخواتنا اللي دعموا الفيديو باللايك باذن الله تعالى. ولسوف يعطيك ربك فترضى، امين يا رب العالمين، ولسوف يعطيك ربك فترضى، آمين يا رب العالمين. فضلا وليس أمرا أحبابنا في الله، ادعموا الفيديو باللايك، وإن كنتم لم تشتركوا في القناة يشرفنا اشتراككم في القناة، وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. وإن كنت بتعاني من السحر أو من نص أو من تعطيل أو من تابعة، جميع العلاجات منزلها داخل القناة من قبل، والرقم أمامكم، وتواصلوا مع المديرة في استفسار، وإن شاء الله نكون في حصر.